الفنان إدوارد. شغلتك إيه؟ بواب. جنسيتك إيه؟ مش واضح يعني، ألماني باين. أنت جاي تهزر بقى. نوعك إيه؟ لولو. أنت بتاخد كام في الفيلم؟ لا يعني أفلام. اشتغلت مع عبد السلام النابلسي؟ هقابله كمان كام سنة. يوم بقى ما أقدرش أقاوم. انت فين يا اعتماد؟ مين معاك انت ما بتشوفش؟ تحولتي كده ليه؟ اهو. طب ما فيش اختيارات؟ في طبعا. ولا طماطميات؟ ولا سلطات؟ لا، في بابا غنوجات. إدوارد في الليلة مع جنى، الأحد 11 مساء، حصريا على تلفزيون الحياة.